ماذا يحدث في لبنان وآخر المستجدات؟ يمكن ما زالت هناك غارات واسعة على لبنان، وما زال الاحتلال الصهيوني يخطط لاجتياح الجنوب، محاولات لاجتياح الجنوب. هل تنجح تلك المحاولات؟ هذا ما سنتابعه وما نرصده من خلال الأخبار. لبنان النهاردة جماعة وصل الموضوع ل 558 شهيد وأكثر من 1800 جريح في اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي. وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض يمكن تكلم النهاردة عن ارتفاع الحصيلة، حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان. تحدث عن الأرقام، طبعا إلى حين صدور هذه الأرقام وصدور هذه البيانات كانت تلك الأرقام التي أقولها، لكن لا أعلم إلى أي مدى وصلت الأرقام حتى هذه اللحظة. 558 شهيد وأكثر من 1800 جريح، بينهم 50 طفلا 94 امرأة. غالبية هؤلاء الذين استشهدوا والذين أصيبوا وجرحوا من العزل الآمنين اللي كانوا موجودين في بيوتهم وقاعدين في منازلهم. وقال كمان أن 1835 شخص أصيبوا، إذن بلوغ عدد المستشفيات التي شاركت في استقبال الجرحى كان 54 مستشفى. للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد، عمليات العمليات العسكرية ما زالت قائمة. لكن في الحقيقة احنا عندنا عملية اغتيال لأحد القادة العسكريين لحركة حزب الله، واحنا هنا بنتكلم عن إبراهيم محمد القبيسي، قائد المنظومة الصاروخية في حزب الله. شوفوا بقى حضراتكم هذا الرجل وهذا الفيديو اللي انتوا هتشوفوه، فيديو صعب جدا. وانا عينت الفيديو والفيديوهات الاخرى عشان افهم تفاصيل هذه الجريمة او هذه العملية. احنا بنتكلم على بيت في منطقة سكنية كثيفة السكان في الضاحية الجنوبية في بيروت، والإسرائيليين بيقولوا ان هم استخدموا في هذه العملية الطائرة F-35 وهي الطائرة الأمريكية الأحدث في الأسطول الأمريكي. ولازم أقول لكم شوية عن F-35 دي عشان حضراتكم تبقوا إيه مستوعبين هنتكلم عليه. F-35 دي تمنها من 250 مليون دولار ل 300 مليون دولار على حسب هتاخدها بكل التجهيزات ولا هتاخد تجهيزات أقل. F-35 طيارة، الطيار بتاعها الرادار بتاعه بيشوف 600 كيلو قدام، بيشوف الأهداف اللي مبرمجة عنده أو الأهداف المحتملة أو الأهداف اللي مثلا لو في صواريخ دفاع جوي ولا حاجة بيشوفها على مدى 600 كيلو قدام. ولو طار تشكيل جوي في طيارة لو طار تشكيل جوي في طيارة F-35 وطيارات F-16 بيطلب من طيارين F-16 انه يطفوا راداراتهم ويعتمدوا على الإحداثيات اللي بتبثها لهم لاسلكيا F-35. والطيارة دي لا تقرأها أجهزة الرادارات الحديثة في العالم بما في ذلك نظام S-400 والS-300 الروسي الشهير، لا يقرأوه. والطيارة دي تستطيع أن تستهدف هدفا، يعني يقدر يضرب ويصيب بدقة هدف من مسافة 400 كيلو، يعني يبقى قاعد طاير فوق القاهرة يضرب يجيبها في اسكندرية، ومسافة دقيقة وصواريخ دقيقة وكده. فأنا بكلمكم على شيء جديد في هذه الحرب، إسرائيل بتستخدمه بعنف، ويقال إنه أعلى تكنولوجيا في هذه الطائرات راحت لإسرائيل. كده احنا ايه لما تبقى شايف بقى F-35 تبقى فاهم احنا بنتكلم على ايه بالظبط.
سيد إبراهيم محمد القبيسي سمته إسرائيل بأنه مش من قيادات حزب الله، لكنه هم طبعا قالوا عليه مخرب كبير، لكن عايزين يقولوا أنه شخص مهم جدا. وتقريبا مفيش حد في الصحافة لا العربية ولا الأجنبية ولا يمكن حتى الصحافة اللبنانية قبل النهاردة كان يعرف مين محمد أو السيد إبراهيم محمد القبيسي، ولا إيه وظيفته، ولا إيه شغلانته، ولا هو مهم قد إيه ولا لأ. لكن يبدو أن نظام تدوير الصواريخ التابع لحزب الله اللي إسرائيل بتقول إن هم عندهم 150 ألف صاروخ، المهندس بتاعه والعقل المفكر بتاعه والقائد لكل المشغلين لهذه الأنظمة الصاروخية هو إبراهيم محمد القبيسي. إسرائيل عرفت مكانه، وله زملاء في حزب الله لم يكن يعرفوا الرجل ده بيعمل ايه في الحزب. فاحنا بنتحدث عن سلسلة اختراقات معلوماتية وأمنية أنا أعتقد أننا لم نرى مثلها في أي حرب سابقة، وأتمنى ألا نرى مثلها في أي حرب قادمة. كنت بقول لزملاء لينا قريبين أنه موضوع البيجر والوكي توكي ده يبدو أن له ما يتبعه، بمعنى أن الموضوع مش في وضع عبوة تفجير في مستخدمين هذه الأجهزة. ممكن جدا تكون الأجهزة بتبعت معلومات جغرافية، وفي قراءتي للتكنولوجيات اللي موجودة حوالين موضوع البيجر كلام كتير قوي اتقال، لدرجة أن أنا بقيت خايف من الراوتر اللي في بيتنا. تقول لي ايه علاقة الراوتر في بيتك عم احمد سميح باللي بيحصل في الحرب في في في, في اسرائيل وفي لبنان؟ اقول لك واحدة من المقالات الامريكية بتتكلم عن ان اسرائيل قدرت، مش احنا عندنا كده يا استاذ احمد في البيت يقول لك ايه الاوضة دي النت فيها مش كويس، ايوه، والاوضة دي النت فيها كويس. طلع ان اسرائيل بتقدر تخترق الراوتر اللي عندك وعندي وعند خلق الله كلهم، وترسم خريطة الشقة من خلال قدرة شبكات الراوتر على الدخول. يعني يعرف انه مادام هنا في حيطة يبقى ده حيطة، يبقى يرسم حيطة يدخلها على أنظمة تكنولوجية أحدث، فيرسم من شبكة الراوتر بس هي قد ايه قوية في البيت أو ضعيفة في البيت خريطة للشقة نفسها. فاحنا بنتكلم على نحن نحارب حربا ونشاهد حربا جديدة نوعا وقولا واحدا وتفصيليا، وما نراه وما سنراه واضح انه في حاجة في العسكرية اسمها بنك المعلومات. فاحنا ما بنتكلمش عن بنك معلومات عادي، بنتكلم عن بنك معلومات تفصيلي. يعني يبدو ان الاسرائيليين مش عارفين ان ابراهيم محمد القبيسي فقط قائد المنظومة الصاروخية، لا ده عاملين زي بتوع الامن الوطني كده في مصر، عارف هو ساكن فين وبيقعد على انهي قهوة واصحابه مين، او زي جهاز المخابرات الجوي في سوريا. يعني احنا بنتكلمش على اشخاص في العموم كده، لا مش زي الحروب اللي قبل كده، احنا بنتكلم على معلومات شديده الدقه. النهارده الاسرائيليين بيحاولوا يبرروا للعالم ليه بيضربوا منازل في جنوب لبنان. عندهم واحد مصور الصاروخ من جوه المنزل، من جوه المنزل قبل ما الصاروخ يطلع، ونشرين ده عشان يقولوا للعالم بص درجة المعلومات اللي عندنا عاملة ازاي. فده طبعا بالتأكيد واحد من جوه المنظومة، ده مش واحد معدي في الشارع بيقول لك ده في صاروخ الناحية التانية اهو، لا لا لا، ده الصاروخ جوه مبنى مقفول وهو مصوره، فالجيش الاسرائيلي مطلع الصاروخ قبل ما يطلع بالصور بتاعته، وبعدين مطلع المكان جغرافيا، وبعدين مطلع الفيديو بالقمر الصناعي الصاروخ طالع من انهي بيت وليه ضربوا البيت ده. احنا كده بنتكلم في حاجه تانية خالص.